غرفة عمليات تحرير حلب. هذا ما وجده أبطال لواء الحرية الإسلامي في غرفة العمليات الجيش النصيري بعد تحرير قطاع حي الراشدين الشمالي. كتب لقوات الباستيج النخبة الإيرانية، الحضور في زمة في زمن الغيبة، وشعارات لرؤساء النصيريين، ومفاتيح الجنان. هذا ما يتداولونه ويتدارسونه النصيريين. شعارات لحزب اللات، بالإضافة لمفاتيح الجنان. هذا كتاب النخبة، قوات النخبة الإيرانية. انظروا ماذا يوجد به. هذا ما يتدارسونه ويتداولونه. هذا ما عثر عليه أبطال لواء الحرية الإسلامي بعد تحرير حي الراشدين قطاع الشمال.